لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصفورة: العصفورة تقول انتوا ليش مخبوصين؟ هذا الحكي اللي جاي يصير مو كله هيك. بعد يوم واحد من المصادقة ذاك الوقت راح يشوفون الحكي الصحيح. اللي زعلان اليوم راح يشوف نفسه مو زعلان بعد المصادقة، يعني احتمال كبير راح يرضوه يطوه كم مقعد حتى يمشوها ويدفعوها بقصبة. العصفورة تقول المعركة الحقيقية راح تكون بعد المصادقة بيوم واحد. المعركة الحقيقية بعد المصادقة بيوم واحد. الاتفاق الحقيقي راح يكون بعد المصادقة ب24 ساعة. أما الحكي اللي جاي تسمعونه هذا كله هيج هواء في شبك. رحب بكم من جديد. الديمقراطية اللي ما تدفعك تأذيك، على وزن الحجارة اللي ما تعجبك تفشخك، والعمل السياسي اللي ما يطورك يرجع بيك للخلف وانت ما تعتقد نفسك جاي تتقدم، والانتخابات اللي ما يجي بعدها قبول بالنتائج وتداول سلمي للسلطة ممكن تدفع إلى خيارات أخرى لا تحمد عقباها. هو هذا نفس السياق الديمقراطي يتحدث بلسان الفائز ويرفض التشنج في لغة الخاسر، ويمهد للطرفين حلبة صراع سلمي ضمن الأغلبية والمعارضة تحت قبة البرلمان. على الجانب الآخر من المعادلة تتطلب الديمقراطية مواطنة حقيقية قائمة على الولاء للدولة لا لزبانية قائمة على ولاء السلطة. تتطلب مواطنين فاعلين إيجابيين لا سلبيين خانعين، لأن الثقافة السياسية الحقيقية للمواطن الديمقراطي يجب أن تكون ثقافة مشاركة في صنع النائب ومراقبته، مو ثقافة خضوع للحاكم وأحزاب السلطة. هاي الأشياء اللي ذكرناها تمثل مبادئ لازم نعرفها ونفهمها زين إذا أردنا تطوير العقلية السياسية للأحزاب وتحويل الأفراد إلى مواطنين سياسيين قادرين على المساهمة في بناء الدولة، دولة المؤسسات اللي كنا نحلم بيها طول عمرنا. خلونا نناقش هذا الملف اليوم مع السيد غالب شابندر، الباحث في الشأن السياسي والمفكر السياسي. حياك الله سيد غالب. أهلا وسهلا بك. سيد غالب، أريد نحكي عن العقلية السياسية بعد 2003. بعض يروح باتجاه أن العقلية السياسية حالها حال العقلية البشرية اللي تمر بمراحل إلى أن تصل إلى مرحلة النضوج. نعم. تمام؟ تعتقد أنه السياسي العراقي عنده عقلية تمر بمراحل، يعني بسن المراهقة ثم سن النضوج، أم أنها خلقت للمراهقة فقط؟ شكرا جزيلا. طبعا الحقيقة يعني أنا أهنيك على هذه المقدمة. أشكرك. ولا أبالغ، لأنه يكاد ممكن نادر أن أسمع مقدمة بمثل هذا الوضوح السياسي والوعي السياسي. يعني أكثر المقدمات من الصير هي تارة التحريضية وتارة التشكيكية، لكن تطرح مفاهيم على الديمقراطية والعقل الديمقراطي والنظام الديمقراطي، هذا في الشيء ما أقول عليه جديد ولكن شيء نادر يعني. فبارك الله بك. بس عندي ملاحظتين على المقدمة يعني. ممكن تفضل. الملاحظة الأولى في الحقيقة مو الولاء للدولة وإنما هو الولاء للوطن يعني. أكيد. والشيء الثاني أعتقد هناك يعني ربما اشتباه، مو قام على المشاركة، قام على الشراكة. الشراكة صح. أعمق وأطول وكذا. والديمقراطية هي مو مشاركة سياسية وإنما هي الشراكة السياسية. لأن المشاركة تشير إلى نوع من الاتفاق المسبق حول هاي إلك وهاي إلي. طيب. لكن الشراكة هو مبدأ ومفهوم تفاعلي.
وتواصلي وتبادل في الخبرات وتبادل في الفهم والكلام ومدري شنو. والله يا أخي العزيز يعني أنا من خلال معرفتي بالأخوة الموجودين سواء كانوا من الشيعة أو من السنة أو حتى من الأكراد يعني لا يوجد ذاك الوعي الديمقراطي اللي تتفضلت به يعني، بل ربما لم يكلفوا أنفسهم كثيرا في قراءة الديمقراطية وتجربة الديمقراطية ومعنى الديمقراطية ونوع الديمقراطية اللي يريدون يعملون بها. هل هي ديمقراطية موجهة؟ هل هي ديمقراطية شعبية؟ هل هي ديمقراطية الدكتاتور اللي يسمونها الطبقة الاستقراطية؟ ما يبدو حتى من الأمور اللي أنا مثلا منتبه لها أكو كثير من المفردات التي يبغي أن تكون هي سائدة في خطاب قادة العملية السياسية لكنها غائبة. يعني مثلا مفردة الحرية، مفردة الديمقراطية، مفردة العدالة الاجتماعية، مفردة التداول السلمي للسلطة، مفردة السيادة ما لها حضور بالخطاب السياسي يعني. غايبة عن جهل لو عن عن عمد، عن عمد لو عن جهل. لا ما هم مو يم هالعالم هذا، هم ثقافة سياسية. شوف يعني أسألة يعني يعني أنت مثلا من يطلع لك قائد فاعل بالعملية السياسية وكان رئيس برلمان يطلع بالتلفزيون مثلا هو رئيس برلمان كان وكذا يقول طبعا بصرف النظر الأمثلة تضرب ولا تقاس يعني من يقول احنا السنة احنا علينا بنفس اعطونا قياتنا ها اي بعدين نروح الله محمد وعلى ياكم. طبعا يعني هذا يشبه احد السياسيين الاخرين اللي بالطرف الاخر عندما يخرج في التلفزيون وشاف نفسه هو راح يخسر يقول لقد منعونا من الاعمار في مدينة أمير المؤمنين كما منعوا أمير المؤمنين عليه السلام من ممارسة حقه في السلطة. يعني قيادات سياسية بهذا المستوى من التفكير وبهذا المستوى من الفجاجة والبساطة والهشاشة هذا السيد من عنده يعرف ديمقراطية موجهة وديمقراطية سياسية وديمقراطية اجتماعية وتداول السلم للسلطة؟ وين هذا؟ صعب صعب صعب. زين هسه انت باحث شوف هسه ما بدك اكثر لك اكثر يعني شوف بالانظمه الديمقراطيه المعروفه يعني افرض مثلا بلندن بالسويد بالدنمارك كذا احنا اللي ندري به يعني حسب ما نعرف انه اذا فاز حزب بالانتخابات من حقه لانه يكون الوزراء هم حزبيين صح ولكن ليس من حقه ان يكون الطاقم الذي يدير الوزارة مالتهم من ذات الحزب. زين كيف إذا كان الطاقم هو من أولاده ومن أخوانه من أولاد عمه ومن أولاد خاله؟ هاي أسرة هذا كارثة هندية يعني بالتحديد. زين يعني ففي الحقيقة ما على طار الأسرة. يمكن هسه بعدين نرجع لمواضيعنا. صار على مدى حلقات متعددة من بعد الأزمة اللي صارت على موضوع اعتراض على نتائج الانتخابات إلى اليوم. تشوف وكأنما القيادات السياسية اللي هي 8-9-7 قيادات هي جاية تتحكم بالبلد بالنتائج المصادقة من عدمها المضي بالعملية السياسية لو نوقفها لهنا هذلنا نمسوي الانتخابات المن حاطين العالم من رايحين على المفوضية وجايبين المفوضية وتحديث بيانات وبايومتري والعالم تروح تنتخب وتأمين الانتخابات علي من يقعدون نفسهم ويتقاسموها بيناتهم عمي او خلي العراق هم متقاسمين بيناتهم يعني تتصور في الكواليس وخلف الكواليس ما يتفاهمون انه انا ابني يكون يصير باير وولدي كله كم كاس طبعا توصل لهالمرحله طبعا موجوده زين طبعا موجوده طبيعي جدا موجوده يا اخي ابن خالي لازم هيك يصير يعني لازم هذا كله موجوده. المشكله شنو اخي العزيز وانت ان شاء الله يعني من الواعدين ومن الله يسلمك. المشكله اذا عالجنا هاي القضيه هسه مو من الناحيه السياسيه اذا عالجناها من ناحيه اخلاقيه هؤلاء اضروا اولادهم افسدوهم. افسدوا اولادهم؟ طبعا. شلون؟ ثق واعتقد افشاء هاي القضيه يدخلوهم في لعبة السياسة اللامنطقية وفي لعبة السياسة المصلحية. شوف ماكو مثل رسول الله
محمد صلى الله عليه وسلم وضع أسس للأسرة الحضارية. ما عندنا أسرة احنا عصبوية بالإسلام، عندنا أسرة حضارية. الأسرة الحضارية هي تلك الأسرة التي قد تختلف آرائها، ولكن هناك عمود فقري أو هناك محور هو الدفاع عن المظلوم، هو الدفاع عن الحق، هو الدفاع عن الحق. يعني حتى الأخوة، شوف يعني يقول له أظلم أخاك، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا زين نحن ننصر مظلوم، بس شلون ننصر ظالم؟ قال إذا شفتوه إلى أنه يظلم غيره ويأخذ حق غيره حاكموه، ولا يجرمنك شنآن قوم لا تعدل العدل ذلك أقرب للتقوى. يعني بس هؤلاء يعني أنا استغرب يعني بهم، وبهم إسلاميين يعني، وبهم يحملون عقيدة إسلامية، وأساس هذه العقيدة الإسلامية عقيدة كونية وتتخطى الحدود وتتخطى كذا. وإذا إذا إذا أكو يعني ناس ضربوا الأسرة الإسلامية الحضارية وطعنوا ودمروا الأسرة الإسلامية، هم الإسلاميين الحاكمين الآن نتيجة لضربهم المثل السيء. شوف أنا أحكي لك في الشيء، والله أحد يكون الماركسيين يعني أنا تعرف يعني عندي ميول ماركسية عميقة يعني بداخلي رغم كوني إسلامي. يعني يعني قال لي كلمة، قال لي أبو عمار أنت كسان علمي وكذا وهاي، شنو لأنه ياكل حرام يأثر على أولاده؟ أي. ما تشوفه هاي فالظلم يعني، يعني شنو ذنب الأولاد؟ قلت له أنا ما راح أجيك من ناحية ميتافيزيقية ومن ناحية دينية وكذا، ماذا شنو أنا ما أشكك بهذا الموضوع. يعني واحد ياكل حرام يطلع بأولاده، شنو ذنب أولاد المساكين؟ بس قلت له أنا راح أقول لك كل شيء. هو أفرض من ياكل حرام هذا الأب، أو من يجيب ابنه ويخليه بمكان هو ما مستحقه، غدا أو بعد غد عندما يجمعهم فطور معين ما بين الأم والابن والأب، ها؟ وصار خلاف ما بين الأم الأب والابن، أمه ايش راح تقول له؟ أنت لو ما أبوك شهر هسه دايح بالطريق. فذاك راح ايش يقول لها؟ يقول لها طبعا لأن الدايح جاب الدايح. زين. فهي زرعوا حتى زرعوا الخراب ليس في العمل السياسي فقط، وإنما زرعوا الخراب في البنية الأسرية للمجتمع. وإلا أنت شو تفسر؟ واحد شو يقول للآخر؟ يعني لما هم مثلا ولادك، أنا أعرف سياسي ثلاث أولاد عنده حاطهم بالمعهد الدبلوماسي. زين. هذول ثلاثتهم بالمعهد الدبلوماسي، يعني معقولة كلهم مستحقين هذا اللي يسمونه يعني؟ هم بيناتهم ما واحد يقول لك يقول لها كلها كلاوات وأبونا جابنا بالكلاوات وكذا ما أدري شنو. أخي العزيز في قلبي دم، الله يخليك لا تخليني أتقيأ دم. الله يخليك، الله يخليك لا تخليني اتقي اسم، لا تخليني اتقي الم، ليش تخليني ابكي؟ دموع غاليه، دموع غاليه ابو عمار. انا اجيب ثلاثة اولاد اخليهم بد واحد دبلوماسي، أو أولاد اثنين وهو قاضي وقرايبة كلهم بالوزارة الخارجية وكذا يعني، وهو مو مناضل في زمن صدام، بالعكس كان أحد أزلام نظام صدام بشكل أو آخر. هذا ستاتوس، هذا عمل سياسي، هاي ديمقراطية؟ هاي وين الديمقراطية حبيب قلبي؟ الخراب راح ديمقراطية بالسويد اللي بت يب بيرسون اللي هو 8 سنوات هو بل رئيس وزراء، واللي بليري يخابره بالتليفون يطلب من عند المشورة الاقتصادية، ها؟ بت تشتغل نادلة في مقهى في مالمو، وأنا أعرف هاي الديمقراطية. هاي الغرب الكافر اللي يسموه الغرب الكافر، يا غرب كافر. ولك يا غرب كافر أخي العزيز، أحد إخواننا وأحد أصدقائنا من البحارنة كان جاء لاجئ سياسي في الدنمارك، تشوف شو اكتشف بالصدفة من خلال الفحوصات الأولية أنه هذا يعاني عجز كلوي يريد يموت. زين. بس مدر جابوه قبل ما حققوا وياه ولا أبدا، جابوه خلوه بالمستشفى. ثاني يوم ثالث يوم بدلوه كله، قال له الطبيب أنت عندك شنص رهيب
قال لي شلون؟ قال لي انت وراك مباشره شاب دنماركي يحتاج هذا اللي يسمونه. طبعا ولما سمعت المستشفى انه هذا قايل لي اي شيء وجهوا له انذار. تقول لي اسلام، يا اسلام اخي، يا اسلام اين الاسلام؟ اين مبادئ علي بن ابي طالب؟ انت تقول لي عمليه ديمقراطيه، هم خلص اخي هؤلاء لا يم الديمقراطيه ولا يم الاسلام، هذول يم الاسلامويه والقومشيه. اذا الخراب محمد باقر الصدر، شوف هذا محمد باقر الصدر العظيم، محمد صادق الصدر مره من المرات صلى جماعه بالمسجد مالته من دون ان يدرس السيد الصدر، لان كان مريض حرمه من الدرس لمده 6 اشهر. هذا الاسلام، هذا هذول المسلمين. الشباب على ذكر السيد محمد باقر الصدر، يلا طلعوا لنا الصوره. انا مش بيني وبين نفسي قلت خلي احضر هاي الصوره. ليش شيء اخر؟ دول قتلوه. انا عندي كتاب اسمه الجسد الشيعي، كاتب الى محمد باقر الصدر، قتلوك ذبحوك ودفنوك وقتلوك مرة أخرى وذبحوك. قتل 1000 مرة، صدام قتله مرة، لكن هؤلاء قتلوها 1000 مرة. من المضغة يعني هسه هي بعد مثل ما يقول لك التلميح يوني على التصريح. بس أنا عندي كتاب خطير راح يطلع بعد أيام اسمه من قتل محمد باقر الصدر، وأجيب لك نسخة من عنده إن شاء الله. سروا بنا شوية منه، سروا بنا شوية من عنده، سروا بنا شوية من عنده شوية؟ لا خلي يفاجئك احسن، تسريب شويه. احنا الكتاب خلي يكون حصري، احنا اللي نسمي نفسنا كتاب بسطر واحد. سطر واحد. محمد باقر الصدر قتله الحسد، الحسد، وقتلته المرجعيه، مو المرجعيه النجفيه ولا لا، هو لانه كان المرشح الحقيقي لمرجعيه العالم الاسلامي، فقبل أن يصل إلى هذه المرحلة انتهى. سوف تصدر الكتاب وتراه، وربما فيها نهايتي. ربما فيها نهايتك. نعم، لأن هو كتاب خطير. تخشى يقتلوك؟ نعم. إن شاء الله، وإن شاء الله تخشى يقتلوك؟ ثق واعتقد. لا أعتقد. لا، الله يطول بعمرك إن شاء الله. الله يطول بعمرك. لا أعتقد أن إنسان، يا أخي العزيز، في العراق، العراق هو يا أخي قلب الله عز وجل، وضمير النبوة، ووجدان الإمامة، وحديقة الصحابة، ويشوف العراق بهذا الشكل، إذا ما يتمنى الموت ساعة قبل. عمرك طويل أبو عمار. والله عمري طويل إذا في خدمة الناس، إذا مو في خدمة الناس ثق واعتقد لا أريده لحظة واحدة. شو اسوي؟ انا انسان شبعت حياه وطول وطلع وكذا. تخشى انا ما ادقش من الناس اقول لهم انا شو اتقي، لا انا هم صاحب ملذات وشهوات وكذا من هالسوالف هذه، اصير خير براسك وبغير الاخرين وتشذب عليهم وش اسوي؟ لا، لكن اقول لك يعني هنيان الانسان اللي مثل قد يعني اللي يفكر بشيء واحد فقط، هو لانه يا اخي العزيز هو العطاء. العطاء هو القيمة الحقيقية التي يتبلور الإنسان من خلالها إنسانا. ولذلك هذا الرجال ايش قال بالخطاب مالته الأخير؟ وليس للإنسان إلا بقدر ما يعطي لأمته وشعبه. هذا بالخطاب مالته الثالث. ما قال وليس للإنسان إلا بقدر تدينه وصلاته وصومه، إلا بقدر ما يعطي. تخشى أن الكتاب إذا نزل أنه راح تكون به فعلا نهايتك؟ على يد من؟ والله أنا لا أشوف بقى، أنا نهايتي ما أعرف شو بقى، ما مؤمن أنه تلتي تستدرجني أو كذا. لا، لا. إنما أنت مبين عليك من أهل الله يمين، طلع مبين على وشك من أهل الله، يعني أنا أقرأ على وشك علامات السماء الصالحين يعني. لا، وإلا ترى أنا مو غشيم أعرف مدى. دائما عادة أنا ما أبحث عن الأسماء،
بقدر ما ابحث عن التشخيص. يعني انت لما تقول انه اخشى ان تكون فيه نهايتي، انا اخشى، مو اخشى، اقول لك ممكن، ما اخشى، ممكن. اي ممكن. تعتقد السيد محمد باقر الصدر هو المؤسس الاسلام السياسي الحقيقي ومن سبقوه لحزب الدعوه؟ اي اي طبعا. تعتقد انه من 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 جاءوا بعده استطاعوا ان ينهجوا نهج السيد محمد باقر الصدر ولم يستطيعوا؟ في البدايات اكرامه الدعوه نور حنجي، احكي بال 2003. اي بعد 2003. لا بعدين لا. شنو بعدين لا؟ هم يقولون، هم يقولون بينهم وبين نفسهم، هم يقولون هذا الحكي نفسه، هم يقول هذا الحكي نفسه. مو بس حتى حزب الاخوان المسلمين، حزب الاخوان المسلمين شنو؟ حزب الاخوان المسلمين كانوا بيهم ناس ابطال ونور، هم اجوا اللي وراهم نهبوا وسودوا وكذا وسوالف. زين معقوله هذا بعد التغيير بعد 2003 ما عندنا شخصيه سياسيه حقيقيه انه يتكل عليها الشعب؟ ما عندنا حزب سياسي حقيقي انه يمشي وراء الشعب ويؤيده؟ خليني اقول لك شيء، قارن بين تجربة العراقيين والأحزاب العراقية في لندن والفلسطينيين اللي كانوا في لندن. اي تدري الفلسطينيين اللي كانوا في لندن تخرجوا عباقرة بالفكر السياسي، واكثر هؤلاء القيادات السياسيه اللي موجوده بالفلسطينيين، ماكو القدماء اللي قادوا، اكثرهم دول تربوا بالخارج. زين تفهم شو؟ بس السياسيين ما تربوا بالخارج على العمل السياسي، تربوا انه تشمعون قيمه، وتربوا انه هذا الموكب مالي اكبر من موكب ذاك، تفهم شو؟ وكان الفرصه مواتيه جدا لأن تتخرج أجيال سياسية ناضجة من الدرجة الرابعة. شنو اللي منحهم؟ أعتقد يعني هذا كلامك حلو، كلامك بالصميم. هم ما يقرون، ما يقرون، ما يقرون. يعني بعمار هواي ما يقرون، بس هواية ما يقرون أكو بالعالم، بس أصحاب تجربة. هم لا يقرون ولا اصحاب تجربه. تاجين هم؟ انا اقول لك تاجين هم اخي، هم شيء طارئ. يعني وين تجربتهم؟ وين تجربتهم؟ بعد هاي الكتب الجاي يسووها علي من؟ ويا كتب، يا كتب، يا كتب، وين الكتب؟ تقول لي كتب؟ والله يومين طلع لنا واحد مسوي له كتاب وبسيرتي وسيرتي. ندري بين هذين الكتب وعارفين وش يسمونه اخي العزيز، بس شوي انتبه لي. القائد السياسي إذا ما يقرأ الكتب المضادة لفكره السياسي ما يصير سياسي. أنا شو أسوي بداعية يجيني والله قارين محمد باقر الصدر لكن ما قارين المختارات لينين اللي هنا سبع مجلدات. ولينين المعروف عنه هو رجل دولة حقيقي لأنه أجى من ألمانيا، مو تمام؟ كان لاجئ بألمانيا من فيها ولاجئ، ما أدري عن الأمانة العلمية. رجع استطاع أن يدير الدولة. ووضع حلول للدولة، وكانت دولة منهارة، انهار الجيش القيصري وانهارت القيصرية تمام ومو تمام، وانقلب المجتمع رأسا على عقب، وكانت الاضطرابات والتركيبة الاجتماعية للشعب الروسي آنذاك كانت خليط من مدنية ومن فلاحين ومن إقطاعيين ومن مرابين ومن كذا. تجربته وثقافته، إذا أنت تيجي تجيب له تقول له يقول لك هذا كافر، هذا شلون يقدر يقود دولة؟ يعني أنا مر بتجارب من هالناحية هاي، شايف بها المرار. إحنا شنا اللي عندنا شوية هذا منفتحين، يعني من شنا نمشي ويا واحد شيوعي أو بعث يقولون لا تعطي شرعية. يعني هذه ثقافة الانحصار. فثق واعتقد، الله شاهد على ما أقول، أنا من الثمانية، من 77 كنت أقول إلى أنه العمل الإسلامي الموجود غير جدير بإدارة الدولة ولا بإدارة المجتمع. من 80 من 70 من 75 من 74 يعني هم الأخوة كلهم يدرون، يعني هسه يعرفون. احنا هسه بظل هاي الأجواء جبت لنا على مواجع وكذا. هسه أنا بظل هاي الأجواء الحوار الفكري أنت تخلي الصورة هاي ليش؟ أنا هاي بقرر أنا أبقيها طيلة الحلقة. ها؟ مقرر أي أبقيها طول الحلقة. الله أكبر. خوش؟ جزاك الله خير. تمام؟ وبنفس الوقت يمكن عندك أمثال هوايت
وش اعتقد احس انه مجرد انه ما تنظر للسيد محمد باقر الصدر انه راح يجيك الهام او تجيك ذكريات. يعني انا كشخص عادي مختلفه عن اربعه اسسوا مخي اي يعني محمد باقر الصدر، عباس محمود العقاد، كارل ماركس، دفتر منشور، واني. هذا فكريا. اما وجدانيا بالاخير ساسال عندي يعني تجربه وجدانيه. هذا المخ شلون يستوعب الاسلام والشيوعيه؟ اذا ما يستوعب المتناقضات هذا مو مفكر، ولا له قابليه ان يفكر، ولا له قابليه يتقدم خطوه الى الامام. لكن هسه الان تقول لي عندك قدوه مثلا، انا ما امر بالقدوه الشخصيه. انا امر بالقدوه الفكريه. من قدوتك يعني الفكريه الحاليه؟ هو القدوه. آه. إيه لأنه أنت متخلي لك واحد قدوة شخص بعد أهل البيت وكذا ما أدري شنو، يجوز باش عقبه ينحرف. صح. ولذلك لأنه أنا لا أشوف هسه أنا إيش قد أحب السيد السيستاني. يعني عندي روح من الدنيا، رغم أنه أنا مثلا كثير من الدينيين لا يعتبروني أمر بمراجع وكذا، بس عندي السيد علي السيستاني لا قام ولا قاعد لسبب بسيط، إلى أنه هذا الرجل ضرب مثل من الروحانية والزهد ما لم يضربه الآخرون. وتهيأت له كل أسباب الثراء والزعامة العالمية تمام لمو تمام، لكن تقول لي أنت مخليه قدوة بهالجانب هذا، أقول لك قدوة الأفكار. تحبه؟ أحبه إلى حد اللعنة. تضحي؟ أقول لك نعم أضحي، وأنا أخاطب الجمهور وأقول مخاف يقولون لا تتملق وكذا كل شيء ما أحصل. لا بس فأنا اللي أجيب لك هذا الرجل مؤسس لداخلي يعني في شلون ما يعني يحرم على حليب أمي إذا يجيب بالي وأمشي. دموع غالية أبو عمار، دموع غالية. خلينا نطلع على الأجواء الديمقراطية. الأجواء الديمقراطية يمكن بالمناسبة أنا عندي كتاب أفتخر به اسمه الميران الديمقراطي، وعندي كتاب آخر ربما يفاجئك إذا أقول لك شنو عنوانه، مطبوع وموجود بمكتبة النهضة، اسمه المسجد الديمقراطي. أنا في اعتقادي هذا المسجد شوفه اللي هو الماركسيين الطفيليين مو الماركسيين الحقيقيين اللي يعتبروه إلى أنه هو مصدر للخدر الاجتماعي، هذا المسجد ممكن أن يكون أكبر مدرسة لتزريق المجتمع بالديمقراطية. فتسألني يقول لي شلون؟ شلون؟ أضرب لك مثل كلش بسيط، وبعد خصوصاً المسجد الشيعي. أي. مو من ناحية التطرف وكذا، بقول لك الشيعة عندهم مبدأ اسمه التقليد. أي. وتمام؟ اسمح لي. انت من تطب مسجد افرض مسجد حسين عبد الرسول علي او مسجد الخلاني او اي مسجد شيعي، ويجي هذا العالم الديني اللي هو يسموه العالم الراتب امام الجمعه الراتب اللي يقرا الاحكام الشرعيه، الناس يعلم الناس احكام شرعيه، شو يسوي؟ يعطي الاحكام الشرعيه الخاصه بمقلده، يعني المن يقلد هو؟ طيب يقلد السيستاني يقول يقرا. انا في رايي لو أن هذا الإمام الراتب ولو أن المسجد عندما يطرح مسألة شرعية مهما كانت بالصوم بالصلاة بالبيع وبالشراء ويذكر آراء أربع خمس مراجع موجودين يقولهم المرجع الفلاني فلان رأيه، لو سنة هاي تمر هذا المصلي راح يتعلم على نظرية الاختيار. تمام لو تمام صح. هذا إمام المسجد الآن اللي موجود لو إنه قبل ما يلقي الخطبة يجلس مع أبناء المسجد ورواد المسجد ويتناقش وياهم عن نوع الخطبة التي يمكن أن يخطبها يوم الجمعة الجاي، شنو مشاكل المنطقة؟ ها؟ بينما احنا نشوف مثلا إمام الجمعة الشيعي يحشي لهم خشاياتهم أكثرها جلفي أحيانا، يحشي تتقطع خمس ست مرات بالصلوات على محمد وآل محمد تموت الخطبة. الإمام السني يصيح صياح يطرش الواحد، تفهم شلون؟ بحيث انه الصوت يسيطر حتى على الفكره، ولذلك ماتت رساله الجامع بنفس خطبه الجمعه. بينما المسجد انا اسالك بالله هاي المساجد لو ان مسجد اسمه مسجد المحبه
ومسجد اسمه مسجد الحرية، ومسجد اسمه مسجد المساواة، ومسجد اسمه مسجد الصداقة، ومسجد مسجد العطاء، ومسجد اسمه مسجد الفداء، ومسجد اسمه مسجد الصدق. وانت مثلا تضرب لك موعد ويا واحد تقول له نلتقي بساعة 6 يم مسجد المحبة، هذه إذا صارت هاي الأسماء وانتشرت وكل منطقة بها حوالي 7-8 مساجد، وإذا هذا يا بتر اليوم لقانا بمسجد المحبة، اليوم لقانا بمسجد الأخوة، الآن مثلا ما استراتيجية التسمية أو التسمية من أعظم الاستراتيجيات في تثبيت الموجودة في تثبيت وفي تغيير المجتمع. صح. لكن أنا تروح بعد بس عرسهم يسمونه مسجد الموت، لو أسماء شخصيات، لو مسجد سعد بن أبي وقاص عبارك ما حد يعرف سعد بن أبي وقاص، لو مسجد علي بن أبي طالب عبارك ما حد يعرف علي بن أبي طالب، وهو محتاج واحد يكتب مسجد، لا مسجد العمال، مسجد الفلاحين، تفهم شلون؟ مسجد الصدقة، مسجد. فإحنا عندنا تراث من ننهض به، هاي القيادات الإسلامية اللي موجودة تسميها قيادات إسلامية بتفكر هي تفكير، لأن هي مو من قاع المجتمع، هي ما منصهرة بهموم الناس. زين قبل ما أجي أسألك على أسئلة، ليش كل ما أشوف الصورة أو تسمع باسمه تبكي؟ نعم. ليش كل ما أشوف صورته سيد محمد باقر الصدر أو تسمع باسمه تبكي؟ يعني أكو أشخاص يتوفى عندهم أب أم، مرور الزمن تدريجيا قد يقل الحزن. أكو قاعدة اسمها قاعدة تناقص الفجيعة، أي. مثل القاعدة اللي موجودة قاعدة قانون تناقص الغلة، أي. والمنفعة في الاقتصاد. أنا بالنسبة إلى محمد باقر الصدر ما عندي قانون تناقص الفجيعة، وإنما قانون تصاعد الفجيعة. تصاعد الفجيعة. طب. أخي العزيز محمد باقر الصدر، هسه أكو بعضهم يقولون وشنو محمد باقر الصدر هذول، ترى خلي ثقافتهم. أنا عدة مرات بالفيسبوك وجاب محمد باقر الصدر، هو يمكن سطر. محمد باقر الصدر يعتبر فيلسوف المنطق في القرن 21، لأن وضع نظرية النظرية خاصة بالاستقراء وحل بها مشاكل استقرائية كبيرة، وطرح طريقة أخرى في التفكير. صح. بس هذا تجيبه تجيب يما واحد في أهم مشكلة، مو مشكلة. المجتمع المتخلف، الفكر المتخلف ينتشر به مثل النار بالهشيم. صحيح. لكن ما ينتشر به المجتمع الفكر العميق بسهولة، وإذا تحرك الفكر العميق خطوة ما ينتشر وإنما يمكث. وصلت الفكرة. أنا دارد ابتعد عن حوار الفكرة حاليا. نعم. خلينا ندخل على الأجواء الديمقراطية اللي جاي نعيشها حاليا. أي. منذ الانتخابات وإلى اليوم، الاعتراضات وما رافقها مع ذلك، شو تقرأ الأيام المقبلة؟ الأيام المقبلة بعد حملة التشكيك والطعن، والآن ذاهبين إنه إعادة الانتخابات، إلغاء النتائج، الأيام المقبلة شلون تقرأها؟ شو محملت لنا؟ لاحظ هسه أنا راح أبين لك اللي شوف شلون فرد شيء الديمقراطية ملغية من قبل نفس المشرفين بالعملية السياسية. لا أشك أبدا بقدرات السيد الصديق عمار الحكيم. زين. سيد عمار مقتدر حقيقة، مقتدر ببيانه، وعنده أيضا نقطة ما حد ملتفت إليها، اللي هي بارك الله بك. سيد عمار إلى قابلية أن يلتقط منطقة الفراغ قبل ما يكتشفها الآخرين ويحاول أن يمليها، ولذلك طرح شعارات دقيقة، يعني من الشعارات الدقيقة محافظتي أولا. شوف من طرح البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، زين تفتهم شو؟ طرح مشروع الزحف الجيلي واللي بسطه سيطر على المجلس الأعلى وخلاه صفر على الشمال، زين. لكن انتكاسة كبيرة جدا ها بطروحته الأخيرة، هي. اللي هي إلغاء الانتخابات والغاء مفوضية ها والغاء المدري شنو. سيدنا ايش تسوي انت هذا بالعقل؟ يعني انت لغيت كل مقومات الديمقراطية اللي موجودة، اعادة الانتخابات يمكنها مو احنا منعتهن،
موحد والغاء المفوضيه تعامل على اساس الاصوات لا على اساس المقاعد. يعني هو بهاي الطريقه اعتقدها رد فعل. رد فعل لان حصلت المقاعدين؟ اعتقد رد فعل. وما كان هذا متوقع منك ابو منو والله ما اعرفه ابو منو هو انا اعرفه سيد عمار يعني شويه بيت الحكيم مو كل زين. زين. تفهم شو؟ يعني سيدنا هذا طلعتك مو حقيقه مو بمستوى تفكيرك يعني ابدا نهائيا. وبقيه الاخوه بالاطار. والله شوف الاطار يعني هسه الاخوه اللي موجودين الان اللي على داير ما داير المنطقه الخضراء وبالايام الاخيره سمعتهم حاطين حبال مال بشنقه. اي. قال لك صدق قلت له حاطيه يعني والله ما صدقاني. يعني هذا عنوان ارهابي يعني اللي قدام يعني. أليس المفروض أنه هالاعتراضات تصير من بعد ما تنتهي عملية الطعن؟ وخلي يصير الطعن؟ أقول لك أنا أضغط. ها؟ أنا أضغط. لا، ما هم يقولون إحنا خسرنا. إحنا انباقت أصواتنا. يعني هم لو متظاهرين تتغير هسه الأصوات؟ خذ خدمك. أنا اسمح لي، أنا آليتي ديمقراطية. أنا المنطق شو يقول؟ تقدم طعونكم. وانتظروا وليش الساعة إذا شفتوا بكة الطعون تيجي لصالحكم. ممكن لو ما ممكن، ممكن لو ما ممكن. السياسة فن ممكن. ها رحم الله والديك. إحنا السياسة هي فن الممكن وليس فن الحكم المسبق أبدا نهائيا. كثير من الأمور دورات في فرنسا خاصة هذا معروف لأنه تتقدم فرد قوى هائلة بسقف عالي من الأصوات زين. لكنها بالأخير تنتكس. فأنا أشوف هذا العمل غير ديمقراطي. ثم بعدين أنتوا غلط أنه تعترضون على المفوضية بواسطة المفوضية نفسها. المفوضية هي متهمة بأنها مزورة فلازم تروحون للمحكمه الاتحاديه. زين انت انت المفوضيه هي تعتبرها حراميه وتعتبرها انه هي جواب لخص بلاس خارت بلاس. زين او مثلا البارحه واحد حاورنا احد الاخوه الولائيين. اي قلت له شلون بلخص شيخ قيس والسيد بلاس شلون يقبل تدري ايش قال لي؟ قال لي توسلت. قلت له شنو احنا شو التوسل كذا ولا شنو؟ انت وصفتوها وصف هائل، وصفتوها بالحياه الناعمه، وصفتوها امريكيه، وصفتوها تفسد الشباب، وصفتوها كذا ما ادري شنو. شان شو يقول لي؟ والله انا استغربت. هاي قال لي هذه الحشايه. قال لي هو قبل بمقابلتها حتى يثبت لها الى انه اكو تزوير. قلت له يعني هي قدمت مقابله ها؟ وهو قبل المقابله حتى يبين لها شنو؟ خو هذا لازم قبل هو لازم يقول لها تعال خليني ابين لك ما موجود صحيح ولا مو صحيح. ولذلك المنطق الاخوه الولائيين مع كل حبي لهم منطق مرتبك. زين هو مو ديمقراطي. الحكومه الصدريه اي هسه احنا اذا نحكي عن اطار اي فيقابلها تيار اي على وزن القافيه. اي الحكومه الصدريه اللي يدعو لها السيد الصدر اي كلك حكومه اغلبيه وطنيه. اي اعتقادك انه حكومه الاغلبيه الوطنيه ترى النور تستطيع انه يستطيع سيد الصدر انه يشكل فعلا حكومه اغلبيه وطنيه؟ يعني هو هذا هو المسؤول عنه عن نفسه يعني. بس انا اقول قراءه سياسيه انا شو يبدو لي أه؟ يبدو لي ولا استبعد ان السيد مقتدى عنده عمل خلف الكواليس مع كثير من الكوادر الخارج الكتلة زين وكثير من الأكاديميين. هسه أنا مرة حشيت هاي بالتلفزيون في واحد قال لي أنت بهاي العمل تقوم بعمل شيطاني. قلت له ليش؟ وين الشيطان اللي موجودة؟ قال هاي أنت تريد تنبه السيد الصدر أن يتخلص من ورطته. والله العظيم جاهزه. شنو هاي شو تقول على اعتبار الى انه اذا انا قلت هيك شيء افهم هو راح ينتبه عبالك هو غشيم. لا احنا نحكي هو مو غشيم. زين هو مو غشيم ولا عارف صح. قراءتك شو تقول؟ ها قراءتك شو تقول؟ قراءتي تقول الى انه الى حد ما يمكن ان يتقدم خطوات حلوه على 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 طريق الاصلاح ممكن وخطوات
لا بأس بها. بحكومة أغلبية أم توافقية؟ لا حكومة أغلبية، الحكومة التوافقية تعرقل العملية العمل السياسي. بس هو احنا وين رايحين؟ احنا إذا إفباب عليه الحكومة التوافق نرجع بها للمربع الأول اللي هي تقاسم السلطة بين أشخاص وأحزاب. حكومة الأغلبية الوطنية راح غصبا عليها تتحرك خطوات إصلاحية إلى الأمام. زين واضح كلامي؟ واضح كلامك. هم شنو؟ هم يخافون من عند سواء على صعيد حكومة أغلبية أو معارضة. لأسباب لها علاقة بالصراعات الشخصية والصراعات العائلية والكذا والمدري شو إلى آخره. ولم يكن موفقا في بعض الأحيان في بيانه الأخير السيد لما قال لنا أنه إذا أنتم تردون تجود بالحكم قدموا أشخاصكم الفاسدين للمحاكمة والكذا. أنا أقول له سيدنا أنت ما عندك أشخاص فاسدين. زين سيدنا أبو هاشم أنت ابن محمد صادق الصدر، بالله عليك يعني أنت ما تعرف بالتيار مالتك أكو ناس مو خشواتي؟ زين لا قدمه. وإذا قام بهذه العملية الاستباقية سوف يكسب. شوف البارحة أو البارحة كان نقاش حول قضية حل اليوم الموعود. أي أبو علي العسكري رحب بهذه الخطوة بطريقة معينة. فالسيد مقتدى لعب كأنها مشروطة. مشروط ما يخالف. بس هي وشنو سيد مقتدى حقق بها خطوة إلى الأمام. زين أقول له والحسين وجدك رسول الله سيدنا لو تقوم بعملية تصفية للداخل هسه تفض 5-6 من ذول المعروفين واللي تعرفهم زين وغيرك يعرفهم زين وتقول لأنهم خالفوا مبادئ الشريعة، مو لأنهم خالفوا مبادئ آل الصدر، هاي بطلنا من عندها، لأنهم خالفوا مبادئ الشريعة وخالفوا مبادئ الوطن أنا أطلعهم. تفهم شو؟ راح يخطو خطوة. وحسب ما سمعت أولا أمر برفع صوره من الساحات. وشفت ساحات إشارت الصور مالته وبعد والخطاب الأخير قلل من هاي مال النغمة آل الصدر وآل الصدر وآل الصدر وآل الصدر، لأن هاي نغمة غير ديمقراطية هاي. وجزاك الله خير الجزاء سيدنا على هاي القضية. بس أنا ترى بختلف وياك وإذا بعض يقولون وش يسمونه العمامة والسياسة هل يجتمعان؟ صعب صعب. شنو اللي أضافته العمامة الدينية للسياسة بالعراق باختصار؟ أكو عمامة أضافت للعملية السياسية نفحة إرشادية. زين اللي هي عمامة السيد هذا الكبير اللي أنا سميته عند كتاب اسمه مجلدين اسمه كتاب الله قراءة معاكسة هدية للسيد السيستاني بعنوان خيمة وطن. فهذا خبث. لكن العمامات الأخرى في الحقيقة لم تضف للعملية السياسية سوى بما من شأنه ردود فعل أضرت بالعمامة إلى حد ما. طيب التداول السلمي للسلطة أم التداول المسلح للسلطة؟ يعني من ذاك اليوم لهاليوم المسلح يعني شنو انت ما افتهم السؤال شنو يعني هسه اللي راح يصير بحكومه الجديده اللي احنا مقبلين عليها تداول سلمي للسلطه لو تداول مسلح للسلطه؟ ما ادري صعب من صعب التكهن بهذه القضيه حقيقه وفق القراءه اللي هسه صعب. شوف اصعب بلد الان تطلع من خلال الوقائع اللي تصير به بتحليل سياسي دقيق هو في العراق. ليش؟ كما هو لبنان. ليش؟ لأنه الآن العملية السياسية العمل السياسي الوضع السياسي في العراق هو مثل أكياس الرمل أو مثل تلال الرمل يعني والريح كل ساعة تنقل فد قلبه معين. وهذه همين من الأمور اللي همين تستغرب يعني تشوف لك واحد يعني مثلا هو بيشتغل بالعمل السياسي في حزب 40-50 سنة لكنه ما حصل على الأمانة العامة يطلع يروح يسوي لنا حزب اخر شو يسمونه هو هذه الديمقراطيه. مو احنا يقول لك جربنا الاحزاب الدينيه القوميه المدنيه ما تغير شيء بالعراق الخلل وين؟ انا قلت لك لا عندهم فكر ولا عندهم رؤيه. زين بصراحه لا تزعل علي. زين وهذا الشيء مؤلم واقول لك 100 مره الى انه اثقف واحد الان بالعمليه السياسيه اللي هو سيد عمار. زين حقيقة مثقف يعني لين يقرا ويطلع وكذا بس هاي طلعت الأخيرة كانت طلعة جدا مو في صالحة.
هذا طلعت الأخيرة جدا مو في صالحة إطلاقا نهائيا، ليس في صالحة، وللأسف الشديد إلى أنه طلع. لعله أنهتها هاي، أنهتها لعله. هاي الانتخابات تعتقد منو أنهت سياسيا؟ منو أنهت سياسيا هاي الانتخابات؟ هاي الانتخابات هاي صارت أي من أنهته سياسيا؟ منو الشخصيات اللي خسروا؟ كلهم تقريبا. بس عصام تحالف أخي، ترى احنا ولد القرية، واحد يعرف اخيه، دول واحد يخاف من الاخر، واحد يخاف من الاخر، واحد هذا تسمه. و يعني اللي خسر اللي خسر ختام حلقتنا اريد اشوف المعارضة السياسية. بس انت اكو سؤال، انت بس تسألني على المعارضة كذا ما يخص الجانب الشيعي، ليش ما تخص على الجانب السني؟ احنا نحكي بشكل عام، ها بشكل عام، هسه بشكل عام. يلا المعارضة السياسية هسه كلها جاي تجي بإطار، أقول لك هم يقول لك الأغلبية شيعية، وكل الأكراد وكل السنة يقول لك إذا ما اتفق البيت الشيعي احنا ما نشكل حكومة. أشطر ما يكون السنة والأكراد بهذا الشرط. شلون؟ لأن هذا يردون يحرجون الشيعة إحراج كبير، والشيعة من يعني الوجود الشيعي كقيادة كقيادات سياسية هي حاضن لكل أسباب انقسامهم وتشطرهم. شلون يعني؟ إرادات متعارضة، مصالح شخصية متعارضة، رؤية واحدة ما عندهم. يعني هسه شلون راح يصير العد؟ ها؟ يعني شلون إذا ما أجوا كلهم مجتمعين؟ السنة والأكراد راح يتعرفون وياهم؟ هو السياسي هذا دا أقول لك، هو دا أقول لك يعني هم السنة الآن، طبعا السنة ما نقصد شعب، أفهم سياسي يبدأ رجال سياسي. يعني رجال، وإلا أنا اللي خلصني من صدام هم سنة، طيب، واللي خلصت من صدام ومن الإعدام الله يرحمه وعزة مصطفى، وعزة مصطفى راوي أعتقد أو عاني زين، الله يرحمه رحمة الله على باو عليه. شوف باو، شوف هذه هم للتاريخ، خلينا نقول لك إياها للتاريخ. تذكر الانتفاضة اللي صارت الشعبانية أعتقد وجابوا ذول الشيعة وحكموهم بالإعدام، أي رفض التوقيع عليها منو؟ منو؟ عزة مصطفى الله يرحمه، وفالح فالح جاسم جاسم الفليح وكذا نسيت اسمه، عزة مصطفى. تدري هل قد طلبت من المتدينين أن يأبنون ويكتبون مقالة دفاعا وتأبينا لعزة مصطفى لأن يشكروه؟ ولا واحد من يا أخي غير قصات، ولا واحد من عتهم إلا أخوك قصات. اي والله الا اخوك. شوف هذه القدامه الضعيفه البسيطه قدامك العادي، كتبت مقاله بين كتبتها بالمدى. هاي شنو تصالح مع النفس المصالح؟ خدمه ما تعزت مصطفى. ومن عجائب الامور انه ابن اخو عزت مصطفى خبرني ذاك اليوم قال لي اخي احنا نشكرك كعائله الى ابعد الحدود، لان انت الوحيد اللي وانكتب كتاب اسم عزة مصطفى وجابوا المقاله مالتك، لان انت مصالح مع نفسك. علي الله العالم. والله الله هذا واضح، يقول لك تصالح مع الذات. الله هو باوع من يصدق مع ذاته انتحار. طبعا اقول لك الصدق مع الذات اخي انتحار، الصدق مع الذات انتحار. تفلس جوع ما تدري شو الصدق مع الذات انتحار. ما اقول لك انا صادق مع ذاتي زين، لا الله العالم زين. بس الصدق مع الذات يا اخي العزيز انتحار، انتحار معارض. وعليه ان هذا اللي يريد يصدق مع ذاته ان يتقبل لذه الانتحار زين. المعارضه تعتقد راح يشهد البرلمان الحالي اللي يعتقد انه اذا 10 معارضه بالحكومه بالبرلمان راح يقلبون الدنيا هسه؟ تصير لو ما تصير؟ تصير. باختصار هل راح يكون حزب الدعوه موطئ قدم في الحكومه الجديده؟ ايش به موطئ قدم؟ هل سيكون لحزب الدعوه؟ لازم يصير موطئ قدم، لازم. حتى سيد مقتدى هم يعطي موطئ قدم. طبعا يعني حكومه توافقيه لازم، مو متوافقين. هذه قضايا عرفيات، هاي قضايا عرفيات، تفهم شلون يعني؟ يعني اتعتقد انه الفريق الذي لن يلعب راح يخرب الملعب؟
اي يشتغل على هالقضيه انا اشكرك شكر جزيل السيد عزت الشابندر الفكر السياسي جدا عندما برزت صوره الشهيد المظلوم منطقيا قرن 21 انا اشكرك ابو جعفر شكرا جزيلا السيد غالب الشابندر المفكر السياسي وكذلك الباحث في الشأن السياسي شكرا جزيلا ثق واعتقد مقدمتك كانت مقدمة رائعة وثقافة سياسية وأنضج من كثير من المقدمات شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا موصول لكم نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة يا لقاء